الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وصوف وغيرهما إلا الحرير. هذا الباب أو هذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن آداب الطعام في أبواب كثيرة، ناسب أن يصنف في كتاب اللباس، وذلك لأنه عندما تكلم عن الأمور الباطنة تكلم عن الأمور الظاهرة، فالطعام يغذي الأمور الباطنة واللباس يغطي الأمور الظاهرة، فناسب أن يذكر هذا الباب أو هذا الكتاب بعد الكتاب السابق. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب اللباس، أبوابا كثيرة وأدلة من الكتاب والسنة، فهذا هو الباب الأول في هذا الكتاب. قال: باب استحباب الثوب الأبيض، هذا هو الحكم الأول، أنه يستحب أن يلبس الثوب الأبيض، ويجوز الأحمر والأخضر والأصفر وبقية الألوان، ولكن الاستحباب نص فيه على اللون الأبيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا، وأما بقية الألوان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فهل يكون مثلا لباس الأحمر والأخضر والأسود التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، أم أنها من باب الجواز؟ يحتمل هذا وهذا، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الفعل والقول، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالقول على لون معين فدل على أنه هو المستحب وغيره الجائز، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، أن المستحب أن الإنسان يلبس الأبيض، ويجوز له أن يلبس غير الأبيض، وإن نوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن ذلك أكمل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود. فالمصنف رحمه الله يذهب إلى هذا القول، استحباب الأبيض وجواز غير الأبيض، ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فالآية الأولى آية الأعراف قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فأما الأول هو اللباس الحسي، من اللباس الذي يكون من القمص ومن الثياب ومن السراويل وغير ذلك، هذا لباس حسي. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يواري ويغطي عوراتكم، فهذا هو اللباس الحسي الظاهر الملموس، لباسا يواري سوآتكم وريشا. الرياش هو الزينة والجمال، فما أنزل الله عز وجل من اللباس إما أن يكون لباسا عاديا ليس فيه جمال وزينة، ولكنه يغطي السوءة، وإما أن يكون لباسا يعني فيه زينة وفيه تجمل، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: لباسا يواري سوآتكم وريشا. والرياش هو اللباس الجميل والزينة. قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو اللباس المعنوي، هو الذي يغطي عورة المعاصي والذنوب، فالعبد له عورتان: عورة حسية وهي السوءة، والعورة المعنوية وهي عورة الذنوب والمعاصي، وهي الأعظم، وهي التي يجب أن تستر ويجب أن تغطى وأن تترك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولباس التقوى ذلك خير.
يعني خير من اللباس الحسي، فاللباس الحسي مطلوب لستر العورة وستر السوءة، ولكن بعض الناس قد يبالغ في هذا الأمر فتجده يعني يحرص على اللباس الحسي حرصا شديدا، بل تجده يدفع مبالغ كبيرة من أجل هذا اللباس الحسي، بينما اللباس المعنوي وهو التقوى تجده يقصر فيه تقصيرا كبيرا، بل قد يدفع المال من أجل التقصير في هذا اللباس ولباس التقوى، بأن يدفع هذه الأموال في تحقيق المعاصي والولوغ فيها. ففي الأمر الأول قد تجده يدفع المبالغ الكبيرة من أجل اللباس الحسي، والأمر الثاني الذي هو أعظم يدفع هذا المبلغ في الوقوع والولوغ في هذه المعاصي ويخالف لباس التقوى. وذلك على المسلم كما أنه يحرص على اللباس الحسي أن يحرص على اللباس المعنوي العظيم وهو لباس التقوى، ستر التقوى، بأن يجتنب المعاصي وأن يفعل الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، لأنه خير له في الدنيا وخير له في الآخرة. وليعلم العبد أن اللباس نعمة عظيمة، اللباس نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده. ومن شكر الله عز وجل على هذا اللباس الحسي الذي يلبسه المرء ويتجمل به ويتزين به ويستر عورته به، أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بتحقيق اللباس المعنوي وهو التقوى. وهذه من أسرار اقتران اللباسين في هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى قرن بين اللباس الحسي وبين اللباس المعنوي، وذلك إشارة إلى أن هذا اللباس الذي تلبسه وهو اللباس الحسي نعمة من الله، فاشكر نعمة الله على هذا اللباس بتحقيق اللباس الأعظم وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية النحل، وسورة النحل هي سورة النعم، لأن الله عز وجل ذكر فيها النعم التي أنعم على عباده، ومن هذه النعمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية قال: وجعل لكم سرابيل، السرابيل هي الدروع من القمص وغيرها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هذه السرابيل سرابيل اللباس من القطن والبقية الأقمشة، قال: وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم البأس، المراد بهذه السرابيل هي الدروع التي يتقى بها السهام في الحروب. فإذا السرابيل المراد بها هنا في هذه الآية هي الدروع، إما الدروع التي تلبس وهي الملابس المعروفة التي تقي من الحر، أو السرابيل التي تقي البأس يعني عند اللقاء، وهي الدروع التي تصنع من الحديد ويتقى بها السهام. فالسرابيل التي تقي الحر هي الملابس. كيف تقي الحر؟ تقي الحر بأنك لو كنت يعني عاريا من هذا اللباس لأصابتك الحرارة والأفسدت عليك جسمك، فرزقك الله عز وجل هذا اللباس من أجل أن يقيك هذه الحرارة التي تؤثر على جسمك وعلى جلدك. وكذلك السرابيل التي تكون في الحرب وهي الدروع التي يتقى بها السهام، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. والله سبحانه وتعالى في غير هذين الآيتين جمع بين هذين الأمرين، لباس التقوى واللباس المعنوي واللباس الحسي، حتى في جنات النعيم كما قال سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. في هاتين الآيتين قال سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ألا تجوع ولا تعرى. ما المناسبة بين الجوع والعري؟ المناسبة بين الجوع والعري أن الجوع هو أن العري هو جوع في الظاهر، وأن الجوع من الأكل هو الجوع في الباطن، فالله عز وجل جمع بينهما في هذه الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ولذلك من المناسبة التي يعني ذكرناها في أول الدرس أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأكل ثم ذكر بعده اللباس، والله عز وجل ذكرهما في هذه الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني بعضهم قد استشكل قال: لماذا لم يذكر الجوع مع الظمأ؟
فيقال إن 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 من أسرار بلاغة القرآن الجمع بين المتماثلين، وقد يخفى هذا على بعض الناس. في الآية الأولى كما ذكرنا المراد بها تحقق الجوع والعري، تحقق الجوع والعري نسبي، فالجوع عري باطن وعدم اللباس عري ظاهر. الجوع عري باطن وعدم اللباس عري ظاهر، فالله عز وجل جمع بينهما في هذه الآية. وأما الثانية قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، جمع الله عز وجل بين الظمأ وبين الضحى. الضحى هو وقت الشمس ووقت الحرارة واشتدادها، فما الجامع بين الظمأ والضحى؟ الجامع بينهما الحرارة، الجامع بينهما الحرارة. ولذلك لم يجمع الله سبحانه وتعالى بين الجوع وبين الظمأ في هذه الآية، وذلك للمناسبة التي ذكرناها. لذلك من يتأمل في آيات القرآن ويتدبر معانيه يجد من الأسرار التي يعني يتبين بها بلاغة هذا الكتاب العظيم. فهذا آخر كلام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.